آخر يقول سمد بدأت أشتغل في مقل ما أتى سنة إلا الحمد لله قد سددت ديني كله. يقول الحمد لله الآن فضل الله عز وجل أنا فصلت من العمل واشتغلت في تجارتي اللي أنا شغال في هذا الحين. ما شاء الله. فالإنسان فعلا يعني يتحرى أوقات الاستجابة، أوقات الدعاء. كلنا أصحاب هجات، وراسلتني إحدى الأخوات في تويتر تقول اسمها أستغفر الله، تقول ادعوا لي ان الله يقضي ديني ويفرج همي وانا وزوجي، ونحن بنمر بمحنه وبحاجه ما علم الله سبحانه وتعالى، ولا شك ان الله عز وجل هو قاضي الحاجات وهو مفرج الكربات. والله يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. ابو عبد الله تفضل ادعو لها، وحول هذا الموضوع اكيد في جعبتك. صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى ان يفرج عنها وان يقضي عنها الدين ويغنيها من الفقر، امين، ويفرج همها وينفس كربها، امين. ثلاثه من السعاده: المراه الصالحه والمركب الهني والبيت الواسع. فاذا رزق المسلم مراه صالحه هي طيبه تصلح بيته وابنائه، هذه من السعادة العظيمة. وإذا رزقه الله جل وعلا مركبا هنيا هذا من السعادة، وإذا رزق بيتا واسعا هذا من السعادة. هذه أركان السعادة في الدنيا. من الأمور المهمة أيضا في السعادة وكيف يعني الإنسان يسعد في حياته، في حياته الدنيا، عليه أن يتذكر دائما نعم الله جل وعلا عليه، كما قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعندما سنة يعني يصيبه مثلا هم أو غم أو شيء تذكر نعم الله جل وعلا. أحد السلف سبحان الله مرض، فلما مرض بدأ يتفكر، قال سبحان الله الله نعم علي بنعم كثيرة جدا، والآن أتشكى من هذه. طيب النعم الكثيرة هذه اذكرها. طيب فذكر النعم فخف عليه المصاب. فلما يتذكر الانسان المسلم نعم الله عليه، كم نعمه عنده اليوم؟ بعض الناس يقول انا عندي هموم وعندي غموم وعندي ديون وعندي وعندي، نقول الحمد لله على كل حال. لكن لو انك مثلا مع كل هذا مثلا اصبت مثلا نبي نقول لا قدر الله جلطه مثلا، او مثلا اصابك مثلا الم في بطنك او في راسك او انفلونزا مثلا، ايش تذكر؟ تبغى العافيه بس. سبحان الله تنسى همومك وغمومك وتتذكر تبغى العافيه فقط. سبحان الله. فقل تفكر في النعم التي عندك ان تعيشها الان وتتنعم بها. نعمه النظر والسمع والبصر، ونعمه المشي والذهاب والاياب والصحه، وتنام الحمد لله مرتاح وتقوم مرتاح. نعمه الامن في بلاد المباركه، ونعمه الايمان، ونعمه الاولاد، ونعمه الزوجه. هذه كلها نعم. لماذا الانسان ينساها وتشقى حياته لاجل مثلا قضيه بسيطه او مشكله او دين او الى اخره؟ اذا ضاقت بك الهموم والغموم تذكر نعم الله عليك. كم نعم الله عليك كثيره جدا، لما تذكرها سبحان الله تهون عليك المصائب والبلايا. الامر الاخر من اسباب السعاده الاكثار من الدعاء، من دعاء الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لولا دعاؤكم سبحان الله. ويقول جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى اما يجيب المضطر اذا دعاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من لا يدعو الله جل وعلا يغضب عليه. فالله يغضب على من لا يدعو. فأكثر من الدعاء، أكثر من دعاء الله جل وعلا. فالدعاء سبحان الله سعادة. ارفع يديك، ادعو في سجودك، ادعو بين الأذان والإقامة، ادعو في أوقات الاستجابة يوم الجمعة بعد العصر أو يوم الجمعة كله، ادعو أثناء نزول المطر. عليك أن توصي والديك أن يدعو لك. أكثر من الدعاء.
فالدعاء لا شك أنه فرج، والدعاء عبادة أصلا وسعادة. بعض الناس سبحان الله يقول يعني أدعو أدعو لكن ما في استجابة. يقول يا أخي الدعاء هو عبادة أصلا، الدعاء بحد ذاته عبادة أصلا، فأكثر من هذه العبادة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال يا رسول الله كيف يعجل؟ قال يقول دعوت دعوت ولم يستجب لي. وفي حديث آخر إذا المسلم دعا الله جل وعلا فإنه يكون له إحدى ثلاث، إما أن يستجاب له في الدنيا، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخله الله جل وعلا له في الآخرة دعاءه. فالدعاء لا شك أنه عظيم، ما يخسر في كل ما الحالات. تخسر نعم. في كل الحالات أنت نعم. أنت كسبان من الدعاء، ويكفي أنه عبادة، ويكفي أنه سعادة. والسلف كانوا يرفعون أيديهم، النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء يدعون الله جل وعلا كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف يرفع يديه حتى يقول أبوك كنا نرى بيض إبطيه وهو يرفع يديه في الدعاء. فالدعاء سعادة، فأكثر من الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فهو من أعظم السعادة اللجوء إلى الله جل وعلا. أختم بأمر مهم أيضا من أسباب السعادة، أن يكون لك حزب من القرآن يومي. والله ما تكون السعادة مع مسلم إلا إذا كان له حزب يومي مع القرآن، إما نصف جزء أو ربع جزء أو صفحات من القرآن، لكن يكون باستمرار وبانتظام. والله ما تسعد وترتاح في حياتك إلا مع كلام الله جل وعلا. ارتبط بالقرآن وانظر إلى الخير والبركة في حياتك والسعادة، مهما كانت عندك من الغموم والهموم والأحزان والضيق، والله إذا قرأت القرآن أبشر بخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني كبار السحرة. فاقرأوا البقرة، أمر بها اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، أخذها بركة، قراءتها بركة وفيها سعادة، وتركها حسرة. اللي يترك البقرة ما يقرأها حسرة وتعاسة. فأكثر من قراءة القرآن أخ الكريم، أكثر من قراءة القرآن أخت الكريمة، استعيني بالله جل وعلا. أكثر اليوم الناس، بعض الناس اليوم أكثرهم أنا مهموم، أنا مغموم، أنا عندي وساوس، أنا عندي تهيؤات، أنا عندي أحلام، أنا عندي رؤى سيئة. نقول يا أخي أين القرآن في حياتك؟ اقرأ القرآن في حياتك، انظر إلى السلف، انظر للصحابة، ما عندهم شيء، لأنهم مرتبطين بكلام الله جل وعلا وبكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن فيه هدى وفيه شفاء وفيه رحمة وفيه سعادة. فاجعل لك نصيب من القرآن كل يوم، صفحات أو ربع جزء أو نصف جزء أو جزء على الأقل. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل، قيل له كم يقرأ المسلم في يومه من القرآن؟ قال ليس أقل من جزء، ليس أقل من جزء، يعني تختم بالشهر مرة واحدة. كان بعض الصحابة يختم في ثلاثة أيام، بعضهم يختم في أسبوع، بعضهم يختم في عشر أيام. فنقول هذه السعادة تكون بالارتباط بكتاب الله جل وعلا وبما ذكرنا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأحب ويرضاه، الله أعلم. جزاك الله خير، الله يرزقنا وإياكم السعادة ويرزقنا وإياكم حب مناجاته. آمين. سبحانه. أبو عبد الله شاعر الليل.